رشا، هلا رح نحكي بفقرة عن الفرق التطوعية. قديش الفرق التطوعية بالسنوات الأخيرة كان لها بصمتها ودورها بالمجتمع وتأسيس المجتمع، خلينا نقول. ودائما بترتقي المجتمعات بطاقة شبابها وأفكارهم الإبداعية وإسهامها في رفع بلدهم على جميع المستويات. أكيد، مثل ما قلتي تعودنا على وجودهم على الأرض، وهي حالة طبيعية عفوية كانت من حب محبتهم لسوريا ومحبتهم لأنه اليوم يكونوا متواجدين. بس اليوم هيك رح نضوي على فريق بصمات، هو فريق ثقافي تطوعي. الهدف لهذا الفريق الرئيسي كان هو الإضاءة على السيدات الفاعلات في شتى المجتمعات، بالإضافة أنه كان لهم دور ومهمة بتفعيل مشاريع صغيرة، خلينا نقول إنتاجية، لتحسين واقع المعيشة واللي نحن اليوم كتير بحاجتها بظل الظروف الاقتصادية اللي عم نمرق فيها. رح نحكي أكثر عن هذا الفريق. وضيفنا لليوم هي الدكتورة قتادة الزبيدي، دكتورة بالقانون الدولي، وهي شاعرة وقاصة ومديرة فريق بصمات. صباح الخير لك دكتورة. صباح بداية النور. أيضا بدي رحب بالفنان التشكيلي كاردوخ جوي، وهو أستاذ ومدرب في فريق بصمات. صباح الخير أستاذ. صباح النور. بلشنا هيك فورا بالشغل. أوكي تمام. أهلا وسهلا. صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. بداية دكتورة قتادة، خلينا نتعرف من حضرتك على هذا الفريق، على آلية عمله، وإيمت خلينا نحكي إيمت تأسس هذا الفريق. تماما. هلأ فريق بصمات تأسس من حوالي العام، يتضمن إلى الآن حوالي 100 فنانة تشكيلية وأديبة، حوالي 100 سيدة طبعا وفنانين ورجال ونساء، يتضمن محاميات وطبيبات إلى آخره. يعني فريق من شتى الأطياف المجتمعية يعنى بشؤون الثقافية. يعني هذا هو فريقنا. نحن إما بيكون عنا مواهب وتنمية هاي المواهب، وكيف نحن عم نقدر نترجم هذا الحكي على أرض الواقع. يعني كيف نحن عم نقدر نخلي المواهب تكون منتجة نسبيا. هلا دور كثير مهم اليوم نحن وقت بننمي مواهب كرمال يكون عندهم حياتهم ومشاريعهم الخاصه فيما بعد. خليني التقل لعندك كاردخ شوي، اليوم الاسم غريب يعني. يسعد صباحك عن جديد. حضرتك موجود مع فريق بصمات كاستاذ وكمدرب ضمن الفريق. خلينا بدايه نعرف دورك ضمن الفريق وشو عم ترسم، هيك تحكي ندردش شوي. هلا فريق بصمات، يعني هلا انا بالنسبه لي انه بشجع المبادرات الفرديه الخاصه بالمجال الفني. هلا اول مبادره لي شاركت مع الدكتوره قتاده واللي طرحت علي الموضوع هذا، كثير يعني انبسطت انه في مجال للتطوير، تطوير العمل الفني. هلا بالنسبه لي كاكاديمي، ففي دراسات نظرية وفي دراسات عملية لموضوع اللوحة. اللوحة بحد ذاتها هو عمل فني متكامل، يعني مثل الأدب، مثل الموسيقى، مثل التأليف، تمام. فمشاركة لها كانت عبارة عن إضافة للفريق تبعي. الفريق ويمكن كمان انك تعطي خبرتك للناشئين اليوم للفريق. رغم انه الفريق كان مؤلف من اكاديميين تقريبا من مدارس محدده، من المدرسه الانطباعيه، من الفن للتشكيل الاستاذ احمد كمال. فاضافتي لهم هي اضافه التشريح الاكاديمي للنسب، لجسم الانسان، لطريقه التونات وطريقه تكوين اللوحه وطريقه انه ابراز معالم اللوحه بشكل طبيعي. طيب حضر لنا شيء قبل ما ارجع لعندك دكتوره لصباحنا، غير هيك خلينا نستعرضهم ولو سريعا. بدون كتابه او شيء استاذ كاردو؟ هلا هاي الفنان لازم يكون متكامل التقنيات. هلا انا مثلا هاي التقنيه نوعا ما عمليه خارج الإطار الفني، ولكن إنه اشتغلت فيها نميتها هلا بحيث إنه تكون في نوعا ما إنه هلا مثل هاي الأخبارية، هاي تقنية فعلية، تمام. مو إنه خارج نطاق الفن، ولكن إنه فينا إنه هلا نشتغل عليها باليد. حلو. خلينا نرجع لعندك دكتورة، خلينا نحكي عن الهدف أو الرسالة اللي بيحملها هذا الفريق. نعم، الرسالة هي تفعيل دور المرأة وتمكينها في شتى المجالات. طبعا قلت أن المكمل للمرأة هو الرجل، يعني لا يمكن تغاضي عن دور الرجل إضافة إلى المرأة. صحيح. وبالتالي الفريق يتضمن شتى الأطياف، لكن هدفنا الأساسي هو الانتقال من الحالة المألوفة للمرأة
طبعا اتحدث عن المراه التي يعني تجلس في المنزل وهي ترى ان هذه هي الحاله الطبيعيه، اقول لها انت قادره ان تكوني فاعله، انت قادره ولو بجهد بسيط. يعني ليست بالضرورة أن تمتلك، هلأ نحن جميع السيدات بيمتلكوا هاي المواهب سواء هن سجلوا بدورات معينة أو إلى آخره أو لا، فهن بادروا بهي الفعالية وشاركوا فعليا في منهم سيدات كبار بالعمر، فهذا كان إضافة نوعية جميلة. كتير حلو هذا الكلام لبين كاردوخ ما يخلص لنا لوحة كتابة. خلينا بس نركز على موضوع المشاريع الإنتاجية. اليوم نحن بوضع اقتصادي جدا صعب، واليوم أي حدا فينا، ما في حدا اليوم مستثنى، بحاجة لمشروع اقتصادي خاص. اليوم شو أهم النتائج اللي كانت من هدول السيدات؟ هلا هي نحن عملنا شو المشاريع اللي اشتغلوها؟ تماما، هلا نحن عملنا ورشتين تدريبيات من حوالي شهرين، كان التدريب حول الخزف، حول القوالب الطينية والسيراميك، طبعا بمساعدة الأستاذ مروان عودة النحات وبمساعدة الأستاذ أحمد كمال الذي علمهم الخط. أيضا أضفنا الخط، يعني تدريب على الخط وتشكيل الخط في اللوحة، كمان تأكيدا على الهوية العربية السورية لنقول. وأيضا يعني كل هاي الأمور هن لما تدربوا على هاي القوالب، فنحن هلا بالانطلاقه القادمه ان شاء الله باذن الله ستكون لنا بصمه عمليه، نحن قادرون ان ننتج. هذه هي الخطوه القادمه. نحن الان نبحث عن المقر ونستعين بوزاره الثقافه وستؤمن لنا ذلك المقر ان شاء الله. اليوم الانتاج جدا مهم، كلنا بحاجه للانتاج اليوم دكتوره. خلينا نشوف قتادة شو سوا بعد اذن كاردوخ رجعنا لنشوف لوين وصلت. على العمل اليدوي تقريبا، شايفه التقنيه انا الوحيد اللي عم بشتغل فيها. قديش مهمه الاعمال اليدويه خصوصا انتم كفريق عم تشتغلوا عليها بمجال التدريب، خاصه يعني مثل ما بقول للقسم النسائي كثير. يعني احيانا هلا من فتره كنت انا فاتح ورشه، فالايدي العامله انه انا كنت متوجه لنحو الوضع الانثوي، تمام، فكنا عم نعطيهم الاعمال هاي تقريبا شبه جاهزه، هن بقى بيكملوهم بالبيت. فهي التقنيات هاي انه بنحب انه نوجهها دائما بشكل عام. طيب كاردو خلينا هيك نستفيد من الوقت معكم مع الدكتوره. اليوم شغلكم كثير حلو، انت عم ترسم، شو اهم الورش او الاعمال اللي قدمتها من خلال وجودك ببصمات؟ شو هي البصمه؟ البصمه اللي وضعتها ضمن الفريق. هلا مشاركتي مع الدكتوره قتادة، انا حاولت انه شاركت بثلاث لوحات، لوحه عن السرياليه، تمام، ولوحه عن الواقعيه، ولوحه عن الكلاسيكيه. هذول الثلاث مدارس انه كان لازم انه اطرحهم على الفنانين النوع ما المبتدئين، اسلوب التعامل مع اللوحه، اسلوب التعامل مع اللون، مع الخطوط. فاللوحه بشكل عام لازم تكون متكامله الاركان، مثل القصه، لازم يكون في فكره، لازم يكون في مضمون، لازم يكون في هدف. هذول ثلاث لوحات يعني كثلاث مدارس حاولنا انه نطرحها ونتبادل الاراء والافكار مع الطلاب ومع الفنانين اللي موجودين. تفضلي دكتوره بدها تعلق. تعقيبا على كلام الاستاذ كاردوخ، الاستاذ كاردوخ متواضع جدا، هو درب عدد كبير من اعضاء الورشه تطوعي اليوم. طبعا بشكل تطوعي، ومو بس كان التدريب بشكل تطوعي، ايضا تبرع بقسم من الالوان وتبرع باللوحات بدون اي مقابل، فهي كمان تقدر. الأستاذ سامر صعيدي بوجه له كمان تحية، أيضا تبرع بالألوان وتبرع بما تمكن من التبرع به. يعني كل حدا كانت مبادرة، حسب الإمكانيات، مبادرة يعني فيها تكافل إنساني لنقل. نعم، يعني هيك توصيفة بدقة. يعني كانوا رائعين جميعا فعلا، يعني ولا حدا قصر بالإمكانيات اللي بيقدر يقدمها. فأنا طبعا بتوجه للجميع بالشكر، وكمان بشكر كل حدا دعمنا بهذا الفريق اللي هن سترة إذا وقف، بشكر الأستاذ وليد درويش، بشكر كل مين دعم هذا الفريق إلى اليوم. خلينا دكتورة نحكي شوي عن أعمالكم القادمة، شو هي الأعمال اللي يمكن عم تحضروا لها بالأيام القادمة؟ هلا انطلاقا مما سبق، لاني لم اعقب او لم اذكر الفعاليات التي قمنا بها قبل الان. نحن قمنا بفعاليات يعني بندوات حواريه، قمنا بامسيات ادبيه، قمنا بالورش الرسم،
وأيضا معارض، فكان البصمة الخالدة التي أظن أنها من أهم ما تركناها إلى هذه اللحظة هي البصمة الإنسانية التي تركناها في معرض آلام، حيث قام فريق بصمات بالتبرع بلوحاته أثناء حادثة الزلزال، وتبرعوا بالريع لضحايا الزلزال. طبعا نشكر اتحاد الفنانين لأنه رعى تلك الفعالية التي هي ربما كانت بصمة إنسانية لنا، وأيضا القادم هي بصمات إنسانية كثيرة وأيضا بصمات عملية منتجة نظرا للواقع الاقتصادي الذي نحيا. نحن كنا عم نشوف انثرتات صور من اعمالكم، يعني اليوم طالما عم نقول بصمات فانتم موجودين، ونتمنى لكم دائما التطور ويكون اخباركم هيك جدا حلوه. كاردوخ، خلينا نرجع شوي لعندك. الاعمال اللي اشتغلتها ضمن الفريق او الشيء اللي دربته للمبتدئين، هل صار عندهم مشاريعهم الخاصه، خلينا نقول الانتاجيه، طالما اليوم نحن عم نركز باعطاء خبره لنبلش مشروع اقتصادي صغير؟ هلا بالتاكيد صار في تواصل بعد انتهاء الورشه، صار في بعض الفنانين صرنا عم نتواصل مع بعض بشكل كبير. يعني هلا صار في انه في مثل ما بقول اخذ الفكره الاساسيه من اللوحه، يعني من قبل كان في انه الفنان او الفنانه انه عم تشتغل بس ولكن بغير تقنيه اكاديميه، صار في تطور. متاكد انه بعد فتره معينه بعد مشروع اخر راح يكون في اعمال غير بتقنيه اكاديميه بالوان محدده، يعني صار في نظره واضحه للوحه انه كيف بدك تبدا باللوحه، يعني مو اي فنان انه في انه هلا انا مثلا جبت لوحه، جبت صوره ونقلتها ورسمتها، هذا بالاساس هو ما هو فن، الفن هو انك تعرف مضمون اللوحه، يعني مثل لوحه الموناليزا، الكل بيفكر انه سيده جالسه وحاطه ايدها اليمين على اليسار وخلفها منظر طبيعي، هي ولكن لا الا ابعاد اخرى ومعاني ثانيه، الا ابعاد نفسيه تطرو على نفسيه الفنان، يعني القلق والخوف بلوحه الموناليزا والفرحه الممزوجه بالمستقبل البعيد، هاي هي مثلا اللي بتعطي نظره. بدي قاعده استاذ كاردوخ، يعني اليوم وقت عم نحكي فن تشكيلي والوان، يعني بدها مساحه خاصه، بدها عالم اخر. يعني اليوم مبسوطة الدكتورة بوجود حضرتك وكثير من الأشخاص اللي عن جد هنن لهم بصمتهم الخاصة ضمن فريق بصمات. خلينا هيك يعني بالختام نحكي عن رسالتكم انتم كفريق، رساله بتوجهوها حتى للسيدات باعتبار انه هذا الفريق مثل ما ذكرتوا عم يدعم كثير السيدات بالدرجه الاولى للقيام بالاعمال اليدويه وخصوصا بهي الظروف الصعبه اللي عم نمر فيها. تمام، هلا نحن نوجه رساله هنا او رسالتنا القادمه هي من يغيث الياسمين، بمعنى يعني ان الياسمين ربما الان بحاجه الى ان يعني يخرج الى سطح الماء. شو حلو العنوان، من يغيث الياسمين. الياسمين ففعلا نحن بحاجة إلى ذلك التكافل الإنساني، نحن بحاجة إلى التواجد القوي للمرأة، على اعتبار أن المرأة لها دور مختلف كما قلت سابقا وهي تختلف عن الرجل، لكن أؤكد من دراستي الأكاديمية أن المرأة تمتاز وتفوق الرجل، واعتذر من الرجال جميعا. يا دكتوره اليوم يعني اخذنا حقنا وزياده، شو رايك كاردوخ؟ اليوم كدور المراه اليوم عم تاكد عليه الدكتوره، عم الا اليوم يعني ماشي الحال بلشنا ها. لا نحن هلا حتى نحن كفنانين دائما نحن عم ننظر للمراه انه هي الايقونه، ايقونه الحياه، هي الامل، يعني لا يمكن ان يكون هناك فنان او مخترع او مؤلف لا يتطرق الى عالم المراه، هي المراه دائما بتساند الرجل بكل شيء، رغم انه في بعض المجتمعات يعني مناقضه للمراه، بترفض فكره المراه وتحررها الزائد، نحن بلوحاتنا نعطي الامل، الامل بالحياه، الامل بالمراه، الامل بكل شيء. ان شاء الله بوجودكم، بوجود امثالك ودكتوره وفرق اليوم سوريه تطوعيه ثقافيه ادبيه اغاثيه اللي هي اليوم نحن قادرين نكفي ضمن الظروف، للحقيقه من الكنترول عم يقولوا لنا كثير مبسوطين بوجودكم، الفقره كثير حيويه، ولكن نحن وقتنا خلص، استضافات اخرى، وقفات صباحيه ثانيه ان شاء الله بالايام القادمه. بالنهايه بدي اتشكرك دكتوره لحضورك، شكرا كاردوخ، يا ريت بس ترفع لنا الاعمال اللي اشتغلتها بالنهايه.
شكرا لك دكتورة قتادة الزبيدي مديرة فريق بصمات. شكرا لك الفنانة التشكيلي كاردوخ جوي. اليوم اسمك يعني اليوم اشارات استفهام يعني شكرا كثير لكم على هاي المعلومات وعلى هذا الدعم الدائم للمرأة بالتحديد.